ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الخميس 10 فبراير شباط 2022. بالنسبه ليك النهارده يا حوت، بيتناغم نبتون مع الشمس الخاص بيك وبيحفز ابداعك اليوم وحتى خيالك بطريقه رائعه جدا جدا لليوم ده. هيساعدك ايضا على انك تتجاوز التوتر اللي ممكن تشعر بيه في يومك، وحتى اللي ممكن يكون مش صار بسبب التصادم اللي هيحصل مع قمر الجوزاء بين المريخ والزهرة في الصباح ده. فخليك مستعد اكتر علشان تحفز ابداعك اكتر من الموضوع ده وتبعد عن التوتر اللي بينشأ بسببه. ممكن ما تزال انك بتشعر بالتهيج او التوتر اليوم، لكن من مسافة بعيدة جدا، لانك هتكون قادر على انك تركز اكتر على السحر والمعجزات لليوم ده من حواليك. بدلا من كده ممكن انك تستخدم برج العذراء النهاردة كشريحة من ده لمساعدتك على اي موقف صعب تتخطب. شارك النهاردة العذراء بسخاء جدا يا حوت. البرج العذراء مناسب ليك جدا علشان تقوم معاه بنشاطات النهاردة تخرجكم برا الاصطدام اللي مريتوا بيه. بالنسبة ليك عاطفيا، بيتسلط الضوء النهاردة على الصداقة وعلى شؤونك الإنسانية في مخططك لليوم ده، وهتصطدم مع قمر الجوزاء اليوم وهيأكد على أنك بتميل لتجاهل احتياجاتك لصالح فستة والآخرين النهاردة. بين الحين والآخر بيمكنك أنك تكون الموضوع ده إيجابي أكتر وهيكون نبيل على المدى الطويل بالنسبة ليك، وهيخلق خللا النهارده في وظيفتك وعدم القدره على انك تكون صلب النهارده. ابدا بشيء بسيط، ولو سالك شخص عن اللي انت عاوز توصل ليه او اللي انت عاوز تريده او انت عايز تمشي فيه النهارده، فالوقت مناسب وكافي جدا علشان تستكشف ده داخل نفسك وتعرف الاجابه بصدق اكتر. فما تقولش كل اللي انت عاوزه بيناسبك ممكن ما يناسبش حد تاني، فخليك حذر اكتر في كلامك وحاول انك تفكر علشان تستكشف كويس جدا. بالنسبة ليك مهنيا، زحل النهاردة عملي جدا وموجه نحو الأعمال اللي هتبقى متصلة بأرض الخيال اليوم وفي الرسم البياني الخاص بك فقط، يعني لسه مشاريع ما تنفذتش. بالنسبة ليك أحلام، وهيتجول في قمر الجوزاء اليوم وهيقولك انتبه أكتر لأحلامك بما في ده أحلام اليقظة الخاصة فيك، لأنها ممكن تحتوي على معلومات قوية جدا هتساعدك في توجيهك في العالم الأمامي الخاص فيك. فخليك حذر أكتر وانت بتحلم أحلامك، ممكن يكون فيها إشارات لتوقعاتك الخارجية وتبقى توقعات سليمة جدا جدا. بالنسبة لك صحيا، عندما تاخد الوقت الكافي علشان تحتفل بثروتك الجديدة اللي انت حصلت عليها، فانك هترسل ذوق للكون وبيقول انك لازم تحصل على المزيد من الراحة علشان تستمتع بالثروة اللي انت حصلت عليها. والتوقعات العشرية الاولى مواليد 19 فبراير ل 28 فبراير. السماء مش بتهدأ النهاردة، من الممكن انه يكون في عدد قليل جدا من النقرات اليوم على حياتك، وانت هتحيي المناقشات اليوم وهتكون صبور جدا ومتسامح اكتر، لان هيكون في قليل من العدوان النهارده في الهواء ليك اليوم وقليل من التنازلات للانتظار النهارده لو كان كل شخص عنده قلب لفرصه لارادته اليوم. بالنسبه لتوقعات العشيه الثانيه مواليد 1 مارس ل 10 مارس، ابداعك وحساسيتك النهارده في دائره الضوء الخاصه بك، وهيحصل فيه تبادلات مشرقه جدا وعفويه جدا ومضحكه. ولو كنت عازم ممكن انك تعتمد على الطاقة السماوية النهاردة علشان تعقد اجتماع كزوجين، فالخيال في محله اليوم. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مارس ل 20 مارس، السماء هتحفزك وهتطمنك عليك، وبالتالي فإنك رائع جدا إنك يمكنك إنك تعبر عن أفكارك ويحصل فيه تفاوض وإطفاء لمسة حلوة جدا من الحداثة على حياتك اليومية. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج الجوزاء زي ما قلنا، وبيحصل الاصطدام النهاردة، وده هيجلب معاه فكرة منطقية أكتر ومعقولة أكتر، وهنكون أكتر تفاعلية وتنوع مع القمر ده، وهيحصل فيه اتصالات وأنشطة هتحفزنا وهتلبي حاجتنا للتنوع أكتر
للأفكار وللمعرفة، ودي هتكون الأكتر جاذبية لينا وعلى الكرة الأرضية كلها. هنكون حياديين أكتر ورشيقين وفضوليين أكتر. بعد ظهر اليوم ده بيشكل القمر ثلاثي لكوكب زحل، وده هيساعدنا على أننا ننظم أنفسنا ونعزز مهاراتنا التكتيكية لليوم ده. وبيعمل اقتران عطارد وبلوتو في الصباح الغد على أنه يحسن التفكير الاستراتيجي لينا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.